ولأنك كنز خفي يطل علينا لنختفي حدائق من الشعر فيا شهرزاد اختفي. أنت أكبر من أي نص يحتويه، فهل عرفت أم لم تعرفي؟ مع الشاعر محمد جلال الفلاح. استاذ اماني عامله ايه؟ الله يبارك لك. حبيبتك تنتحر، لجل البشر قلبك حكاية بتنتشر، دخان عجوز وقديم فسد، ضيق ضيقته غيظ بلد، مفتوحة بطنك يا ولد والكل ينهش، لا تمل، ايدي البلد، ايدي الحبيبة والبشر والرحمة طفلة بتغتصب، على نطل خيانة بتتوي مجروح يا حلم القمر، والدم متزبزب على وش الليالي من زمن. يا أيها الولد الشقي تتعلم إزاي السهر والعشق والموال، وليه يا حلم تفتح له البيبان، عمرك ثواني تنتهي، عشق وتمرد تتنسي. المشكلة إن الألم واخدك وطن ونشيد حزنك للصغر، صورتك بأرضه ومرتعه آهن وآهن يا ولد، مش قلت لك إنك سفينة بتتهلك من غدر موج إعصار وليل والبحر متوعدين عليك، عايز تعد إزاي؟ لمين؟ ممنوع عليك كل السكك، مشروع فقط سكة ألم، المشكلة فيك يا ولد، يا أيها البطل الذي حمل الغرام بفكره فتوحدت وتأهبت أيدي الدنا لقتاله، فهزائمك لن تنتهي، فالحرب قائمة عليك يا أيها البطل الأخير.